المؤمن يجب أن يكون شعاره إيه؟ لا كرب وأنت رب. ما دام فيه رب يبقى ما فيش مشكلة. المشكلة إنه يبقاش فيه رب. ولذلك إحنا بنقول الكافر ده إيه؟ الكافر بيعمل إيه في الدنيا؟ طب أنا مؤمن بيبقى ليه رب أسف. مهما أسبابي عزت علدان ليه رب إيه؟ يبقى دي في أمل عندي. وهو اللي ملوش رب يعمل إيه؟ ما أشقى من ليس له رب.